إن هذا الصندوق على قلة المساهمة المتوقعة منه في معالجة القضية المتشعبة، لكنه رسالة مهمة تكتسب بعدا أخلاقيا وأدبيا في ذاكرة الرعيل وقدام المنادلين، وهم ينظرون إلى الجالية الإريترية في أستراليا بكل فخر وإعزاز، كما يعولون على هذا الجهد حتى يثمر. لذا فالمطلوب من الجميع هو سقي هذه الشجرة بالدعم المادي والنصح والمؤازرة، فالمسؤولية كبيرة، ولكن كافة المشاريع العظيمة تبدأ بخطوة صغيرة. ندعو الله أن يبارك في هذه الخطوة، وفي ذات الوقت ندعو كافة الإريتريين في بقية المدن الأسترالية للإسهام في هذا المشروع، كما يتجاوز نداءنا الحدود إلى كافة الجاليات في المهجر لتخطو خطوات مماثلة في هذا الاتجاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.